في هذه الأثناء أكد متحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أن مستشفيات القطاع تواجه خطر التوقف عن العمل خلال ساعات فقط. كما أكد المسؤول في القطاع استنفاد جميع المحاولات لتمديد عمل الخدمات الصحية في القطاع، مشيرا إلى أن المستشفيات أمامها ساعات فقط لتتوقف عن العمل. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من غزة مراسل الشرق عادل الزعنون. أهلا وسهلا بك عادل. يعني من أهم ما يمكن الحديث عنه الآن هو الهدن الإنسانية، لكن قبل ذلك دعنا في صورة التطورات الميدانية في ظل الحديث طبعا عن هدنة لأربع ساعات يوميا. ما ميز ربما هذه الليلة هو استهداف المستشفيات، مواصلة استهداف المستشفيات. صباح هذا اليوم استهدفت بصاروخ واحد قسم الولادة في مستشفى الشفاء في مدينة غزة، وقتل أحد النازحين وأصيب اثنان آخرون. في ساعات الفجر استهدفت المنطقة الساحة المقابلة داخل المستشفى للطوارئ والاستقبال، وهناك ستة من المصابين كلهم بجروح خطرة. أطلقت خلالها الطائرات الإسرائيلية صاروخ، طائرات الاستطلاع صاروخ عند بوابة هذا القسم، أي قسم الطوارئ الذي يستقبل هؤلاء المصابين والجرحى، وعلى بعد عدة أمتار فقط من خيمة للصحفيين. وقد أصيبت هذه الخيمة بأضرار وحريق. كما أيضا مستشفى الرنتيسي مجددا في ساعات الفجر استهدف وأدى إلى حريق في أحد طوابق بنايات الجراحة، وخرج كل القسم عن الخدمة كليا وتوقف، حيث نحو 30 من المواطنين سواء المرضى الذين يعالجون في هذا المستشفى وهو مخصص لمرضى السرطان وأيضا للأطفال أصيبوا، كما عدد من النازحين الذين لا زالوا في داخل هذا المشفى. على الأرض الدبابات الإسرائيلية توغلت في عدد من المناطق وباتت تسيطر على كل المناطق الغربية تقريبا في مدينة غزة، الجزء الغربي من منطقة الشيخ عجلين ونحو الجنوب تل الهوى، الرمال، منطقة المينا وأيضا مخيم الشاطئ، كلها صارت هذه المناطق وباتت تحت مرمى النيران، وأيضا تتوغل في بعض المفترقات الرئيسة منها دبابات إسرائيلية، وفي عمق تل الهوى في محيط منطقة مستشفى القدس التابعة للهلال الأحمر أيضا الدبابات تحاصرها من منطقتين، كما هو الحال بالنسبة لمستشفى الشفاء من ثلاثة محاور تحاصر المستشفى، ويعتلي الجنود القناصة بعض البنايات، وتحت مرمى النيران وأصيب أربعة من المواطنين عند البوابة الغربية لهذا المستشفى. في كل الحالات الدبابات على صعيد الاجتياح البري تتوغل وربما سيطرت على الجزء أكثر من 20% من المناطق الغربية لكل مدينة غزة وشمال القطاع. نعم، أما في الوسط والشرق فالأمور مختلفة والاشتباكات لا تزال مستمرة، وفي ساعات الليل نفذت غارات، عشرات الغارات الجوية وربما أكثر من 100 غارة جوية فقط في جباليا في محيط مستشفى الأندونيسي، ونحو 30 من الضحايا وعشرات المصابين والجرحى. أما فيما يتعلق بالهدنة وعلى عجالة، فحركة حماس تقول أنه لم تبلغ كل المباحثات الجارية الوصول إلى هذه الهدنة، والحديث يجري كما قال الدكتور حسام الدجني عن هدنة لثلاثة أيام مقابل الإفراج عن 12 من الرهائن، أكثر من نصفهم من الأمريكان. ربما الساعات القادمة تشهد انفراجة. أما ما يتحدث عنه البيت الأبيض والإسرائيل حول الهدنة فهي تتعلق فقط بطريق صلاح الدين الرئيسي، وهو من التاسعة صباح هذا اليوم وحتى الساعة الثانية من بعد الظهر لنزوح المواطنين، ولا يسمح بالنزوح العكسي أو العودة العكسية من الجنوب إلى الشمال. يتعرض هؤلاء كلهم وهم يغادرون من غزة والشمال باتجاه الجنوب لإطلاق نار باستمرار، وعلى وقع إطلاق القذائف بين وقت وآخر. وأيضا أعلن الجيش اليوم عن منطقتين الروضة والنهضة بأنهم سيكونوا لعدة ساعات ستتوقف الأعمال القتالية فيها. هذه هي عبارة عن أحياء صغيرة وصغيرة جدا في شمال مدينة غزة قرب حي الكرامة.
شكرا جزيلا لك، كنت معنا من غزة مراسل الشرق عادل الزعنون، يعطيك ألف عافية.